السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة عند مكتب الصياد، فيديو لوكس الشتوي وصل وصورته لكم بالاسعار. النهاردة معانا كمية موديلات رهيبة. النهاردة الخامات معانا كلها سويد مستورد، كل الخامات مستوردة والتقفيل هو اللي مصري. الخامات كلها عالية جدا. هنشوف مع بعض كل الموديلات، وكل موديل هنشوفه النهاردة الوانه كلها متاحة. المكان هناك ما شاء الله اللهم بارك مكان للجملة، وهتاخدوا كمان قطاعي سعر جملة. وفي فيديو عبايات سمراء هسيب لكم لينكو كمان في اول تعليق مثبت، العنوان بالتفصيل متصور في اخر الفيديو، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو. بس قبل ما ابدا، لايك كتير وشير لكل حبايبكم، ونبدا الجوله على بركه الله. ازيكم يا احلى متابعين فيديو الشتوي من مكتب الصياد. النهارده معانا شويه موديلات هتشوفوها، تابعوا الفيديو للنهايه. ازيك يا عمرو؟ فيديو جديد. ده بقى النهارده ايه، احنا عاملين معاكم الشتوي. تمام. طبعا الموسم الشتوي طبعا ان شاء الله كده يا مسهل. كل سنه وهم طيبين طبعا. كل سنه وانتم طيبين. تمام. ايوه، الموديلات كلها النهارده في منها الوانات. يعني احنا هنوريكم قطعه من كل موديل، وكل موديل الوانه متاحه. اه، كل موديل في منه الواناته. تمام، حاجه زي كده بقى. الخمس سويد. اه، كله سويد. كله سويد الشياكه دي. انا عايزه اقول لك السويد دي خامه محترمه. طبعا خامه يعني حلوه قوي. دي 2 اكس يا جماعه. أوه. يعني هي مقاسها 2 اكس. عامله كام الشياكه دي؟ دي عامله 280. 280 جنيه. دي مقاس واحد يا جماعه، اللي هو ال 2 اكس. تمام، تلبس دبل اكس. دي مقاسات؟ الوان. الوان. تمام، وان سايز بالوانها. تمام. 280 جنيه. عندي برده حاجه زي كده. حاجه زي كده برده السويد، موديل تاني مختلف. شغل حلو جدا برده من هنا. تطريز معانا، ده تطريز يا جماعه مش طباعه. والشغل اللي فوق هنا ده كله تطريز برضو. شغل الشياكه قوي قوي. الكم معانا حاجه شياكه جدا دي. وعامله كام الشياكه دي؟ 280 جنيه. الشياكه دي برضه هتبقى ب 280 جنيه. كل الوانها متاحه. اي موديل بتشوفوه كل الوانه متاحه. اي موديل من دول فيه الوانات. الجمال ده عايز اقول لك دي شيك قوي. دي تحفه قوي قوي. ولو لون غامق كمان هتبقى حلوه قوي قوي. الواناتها كلها موجوده. بصوا، متطعمه من نفس اللون برضو. كابتشو معانا. شياكه قوي برضو. الشياكه دي هتبقى برضو ب 280 جنيه. خمس سويد يا جماعه، كل الوانها متاحه. عندي برضو حاجه زي كوين دي. كوين. اه، حلو قوي. تطريز كوين. تطريز برضو معانا. بصوا الكم معانا، تطريز شغل عالي جدا، حلو قوي قوي برضو بالواناتها. والظهر كمان برضو كوين. كوين برضو. الجمال ده عامل كام برضو؟ مقاسات بالوانات منها، الوان ومقاسات. والشياكه دي منها وان سايز، الوان منها بس بيلبس تلبيس كبير زي 85. اه، يلبس. دي برضو عامله 280. دي برضو هتبقى ب 280. موحد لنا سعر الشتوي ولا ايه؟ لا مش موحد. في وفي شغل. اه، في اسعار. طيب تمام. في عندي برضو حاجه زي كده برضو. برضو سويت تحفه دي. حاجه كلاسيك حلو قوي قوي دي. وهاديه قوي، هاديه برضو. عايز اقول لكم اللون ممكن يخلي الموديل يختلف خالص. 280 جنيه. دي برضو 280. كل ده الخامات السويد يا جماعه. عندي برضو حاجه كلاسيك زي كده. دي نازله. عايز اقول لك دي الشياكه قوي قوي. في اللبس بان جدا جدا، سيمبل قوي، ما فيهاش اي حاجه خالص. ساد على اللبس. تمام، حلوه جدا دي. والخامه بتاعتها تحفه. السويد دي حاجه شياكه. وادي الضهر 280 وفي كل الوانها. 280 وكل الوانها متاحه. عندي برضه حاجة زي المشجرة دي. عندي حاجة مشجرة زي كده. مشجر زي كده برضه، السوستة للآخر. اه، يعني ممكن تبقى تونيك معاكي ببنطلون أو ليجن. حلوة جدا دي برضه. في الوسط وجيبين. شداد. وادي الجيوب وجيبين فوق برضه. وادي الظهر معانا برضه بالكابيشوه. برضه ألوانها. وألوانها. وعاملة كام دي برضه؟ 280. بس ده كله وان سايز يا عمرو. ده كله وان سايز بس تلبيسه حلو. تلبيس تمام. في حاجة تلبيس 80، في 85. تلبس تلبيسها حلو. حلو قوي دي برضه. كل ده يا جماعة سويد النهارده. السويد ده اللي هو الخامة اللي هي زي الشموع، عشان لو محدش عارفها. حلو قوي قوي دي برضه. برضه ألواناته كلها موجودة. الحاجات دي في اللبس حكاية بجد. وان سايز. برضه سعرها برضه هيبقى 280 جنيه، وألوانها كلها متاحة. عندي حاجه تطريز زي كده برضو. بصوا شغل ده تطريز مش طباعه. يعني بصوا الشغل ده كله هيبقى تطريز معانا مش طباعه. كله تطريز. حلو قوي قوي. بصي من تحت. والتطريز برضو معانا شياكه قوي. زراير. تمام. وكابيشو برضو. كل ده برضو هيبقى ب 280 جنيه. تمام. تلبسنا معانا 80 85. عندي برضو حاجه زي كده. حاجه زي كده برضو. ايه الجمال ده برضو؟ دي برضو بالواناتها. انا عايز اقول لكم الخمس سويد دي تحفه، لبس وغسيل وكل حاجه. اه، وبعدين حلو قوي. خامه كمان احنا شغالين في خامه نضيفه كمان. حلو قوي قوي. بصوا الشياكه دي. كل ده برضو 280. 280 والوانها كلها متاحه. تمام. عندي برضو حاجه زي الكاتس دي. بصوا حاجه زي كده برضو. دي شكل الكات كده من على القطه. قطه من هنا كده. ومن على الجيوبين. ومن على الجيوب. بس دي طبعه يا جماعه مش تطريز. اه، ده طبعه. دي طبعه. حلو قوي. سوسته. وزراير.
حلوه جدا دي. كابيشو برضو معانا، برضو في منها الوانتها، ودي برضو نفس عرض ال 280 تمام بالوانها برضو حبايبي. عندي برضو حاجه تطريز زي كده، بصوا كل ده شغل تطريز شياكه، وهنا تطريز كتابه، وهنا تطريز شكل رسمه، واللي تحت ده برضو شغل تطريز يا جماعه مش طباعه. كابيشو معانا من ورا حلو قوي، وكم ساده وكم برضو مع المشغول. الشياكه دي برضو ب 280 تمام. ايه الجمال ده؟ ده موديلين مختلفين. بصوا هم موديلين زي بعض بس تمام. بس وفي منها زي كده ايه؟ عايزه اقول لهم ايه؟ في منها الساده والرسمه من فوق طبعه من هنا، وفي من هنا الساده والعبايه كلها طبعه تمام. الشياكه دي برضو الوانها، ودي بالوانها برضو عامله 280. بس عايزه اقول لك دي تلبيس زي 3 اكس. دي تلبسها مرتاح يعني. بصوا التلبيس قد ايه؟ كله تلبسه مرتاح حلو قوي. تلبسها زي 3 اكس يعني، يتلبس زي 90 كيلو. وعامله كام؟ تلبس زي 90 كيلو. وعامله كام؟ عامله 280 جنيه. 280 جنيه بالوانها تمام. الشياكه دي ب 280. عندي بقى ايه اشكال زي كده تمام. مقلم دوت، مقلم سويت برضو ده بالواناته. عايز اقول لك دي زي ما يكون قطعتين بس هو قطعه واحده. هو قطعه واحده تمام. وده برضو 280. ده عامل 250 جنيه. ده هيبقى ب 250 الموديل. الشياكه دي يبقى ب 250 جنيه. تحفه. تسلم ايدك. عندي برضو حاجه زي كده، حاجه زي كده برضو. دي مديل سبورت شويه صح كده. ده الوش بتاعه اهو، ده الوش. بس اللونين دول مع بعض تحفه بجد. الشياكه دي ب 280 برضو. كام دي؟ 250 جنيه. الشياكه دي ب 250 جنيه. تسلم ايدك. بس كلهم وان سايز يا جماعه، لو في حاجه بس هقول لكم. عندي برضو تمام زي كده. دي تلبيس برضو زي 85 كيلو مرتاح. دي تمام؟ دي في منها تلبيس كبير. لحد كام؟ لحد 5 اكس. لحد 5 اكس عامله كام؟ لحد 5 اكس ب 250 جنيه. بصوا الشياكه دي لحد 5 اكس ب 250 جنيه. خمس سويت يا جماعه تحفه. تسلم ايدك. برضو الوانها كلها. الوانها كلها متاحه. عندي برضو حاجة زي كده. دي خمتين. دي كم وكم. دي خامة ايه دي؟ دي خامة نص. عاملة زي القطيفة المحبب حاجة كده. دي نص زي الجوخ. الجوخ حاجة زي كده. النص بتاعها حلو قوي قوي بجد. تحفة جدا دي. وزراير نص ونص شكلها تحفة دي. الواناتها كلها تمام. الظهر سادة واللي قدام نص ونص. عاملة كام دي؟ الألوان برضو ايه؟ الألوان كلها عاملة 250 جنيه. الشياكة دي ب 250 جنيه. عايزة أقول لكم شكلها حلو جدا. عندي حاجة برضه زي كده. دي جوخ من فوق. دي عامله زي الجوخ او البولر. لا ده مش بولر، جوخ. ده جوخ يا جماعه، جوخ فرو كده شكلها حلو قوي. تحت سويد صح؟ مقلم سويد، مقلم زي مشدد تمام. جيوب جيبين معانا. الجمال ده كابيشو بيتفك ويتركب يعني. بصوا في سوسته هنا، سوسته ايه؟ ممكن تستغنى عنه وممكن تسيبه عادي. بيتركب تمام. برضه 250. والشياكه دي برضه هتبقى ب 250 تمام. عندي برضه حاجه زي كده، زي الخامه عامله زي الجوخ برضو يا صوف حاجه زي كده يعني. بصوا الشياكه قوي قوي برضو. 250 مقاسات ولا مقاس واحد؟ مقاس واحد كله. دي برضو الشياكه دي برضو هتبقى ب 250 جنيه يا جماعه. شغل شتوي الشياكه قوي. 250 تمام. عندي برضو حاجه زي كده، حاجات زي كده برضو. ده برضو ايه؟ الوان في بعضيها، الوان وحزام شداد في الوسط، والوان برضو موجوده منه. وش وده؟ انا عايز اقول لك استك ورا يلبس. لا لا يعني ده في منه مقاسات لحد 5 اكس. الشياكه قوي. ده لحد 5 اكس عامل كام يا عمر؟ 250 جنيه. 250 جنيه لحد 5 اكس تمام. وعندي حاجه زي كده برضو، حاجه زي دي برضو 250. دي برضو 250 مفيش منه مقاسات. كم سويد، الكم سويد، والخامه دي عارفين الكشمير. ايه الخامه؟ كشمير. الكشمير المقلم ده حاجه حلوه قوي قوي. حزام شداد بجد تحفه. دي 250 جنيه يا جماعه. حلوه قوي قوي بجد. الحاجات دي في اللبس بتبقى تحفه. طبعا. الشغل ده نزل على التليجرام ولا لا يا عمرو؟ الشغل ده كله صور موجوده على التليجرام. هسيب لكم لينك التليجرام برده في اول تعليق. واخيرا الجمال ده. ختامها مس. مني صوف. لو فتحتي الصوص يمشي معاكي بلورو. حاجه الشياكه كده برضو. حزام شداد في الوسط. الشياكه دي بكام برضو دي؟ ده عامل 210 بس. ده هيبقى ب 210. تمام. تسلم ايدك يا عمرو. تعبتك معايا النهارده. احنا النهارده ان شاء الله استنونا باذن الله في اقوى عروض مع الصياد. ان شاء الله باذن الله على طول بناخد من عندكم اقوى عروض واحسن خامه وحسن معامله ان شاء الله. العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور وهينزل لكم حالا، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه ما نورنيش واشترك في القناه يشترك حالا. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان يا حبايب قلبي، وازاي نوصل عند مكتب الصياد. احنا واقفين هنا
على اول شارع الجيش، هتوصلوا ازاي؟ هنركب مترو وننزل محطه مترو العتبه ونيجي عند اول شارع الجيش. مش هندخل شارع الجيش، هندخل الموسكي الاول من اول شارع الجيش. زي ما انتم شايفين كده هي اول عماره على ايدنا الشمال. احنا واقفين كده في ميدان العتبه على اول شارع الجيش اللي هعمل عليه زوم. ده كمان ده كوبري الازهر، انا بديكوا علامات مميزه بس. احنا المفروض هننزل بقى ونمشي في الشارع ده، اول عماره هتقابلنا على ايدنا الشمال. هوصلكم برده لحد المكتب هناك بكل سهوله. مبدئيا اللي شفناه النهارده ده ما يجيش 10% ما شاء الله اللهم بارك من كميه العبايات اللي موجوده عندهم. هتلاقوا عبايات كتير جدا جدا، موديلات كتير. حابين تشوفوها زورهم في التليجرام تحت، وحابين تستفسروا كمان عن شحن او اي اسعار في رقم موجود معاكم طول عرض الفيديو على الشاشه. هندخل الشارع كده واول باب عماره هيقابلنا زي ما انتم شايفين كده على الشمال، هندخل هنلاقي الاسانسير في وشنا على طول، مش هنطلع سلالم. بصوا زي ما انتم شايفين كده هندخل الاسانسير ونضغط على رقم 4. بصوا حبايبي ضغطنا على رقم 4، اول ما هنطلع على طول هنلاقي على طول في وشنا مكتب كده للدخلي، شكله جمله كده زي ما انتم شايفين. هنطلع حوالي 3 4 سلمات، حاجات بسيطه كده، هنلاقي مكتب الصياد على طول في وشنا. احنا عملنا الجوله من المكان من هنا، ادانا اسعار حلوه جدا، وهدي لكل المتابعين قطاعي سعر جمله. حبيت اصور لكم كمان من فوق، ده ميدان العتبه والرصيف اللي في الوسط ده اللي انا صورت لكم منه قبل ما نطلع على طول. انا بحاول اديكم علامات مميزه للمكان اللي عامل لكم عليه زوم. ده رصيف حلاوه مشهور جدا وبريموس زي ما انتم شايفين كده. وكمان هوريكم هنا، بصوا هوريكم كمان جراج العتبه، ده جراج العتبه اللي قدامنا ده كمان عملت لكم عليه زوم، وده كوبري الازهر. يا رب تكون الجوله النهارده عجبتكم. المكان سهل وبسيط جدا، تعتبر اول عماره على اول الموسكي الاول. تمام، انا وصلتكم لحد المكان بكل سهوله، يعني توصلوا ازاي وتعرفوا ازاي. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم وما اكونش طولت عليكم. ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.